انا فاكر من خلال برنامجكم هنا في كتفك يا اهلي، ومن خلال شركه الدهانات الاولى شركه جي ال سي، ومن خلال متابعتكم لصفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورت والحلقات اللي فاتت اثناء كاس العالم للانديه، قلنا يا كريم وحذرنا من فكره ان الاهلي في اخر نسختين من كاس العالم بيرجع الكيرف بينزل. هل تقلق من ده بعد الخساره النهارده من الهلال، ولا ممكن الوضع يبقى ازاي لغايه نهايه دور المجموعات؟ لا قلق جدا، تقلق. كل امانه قلق جدا والله. بص يا محمد امانه، خلينا نتفق على حاجه، يعني خلينا نتكلم بصراحه. النادي الاهلي حاليا بيعاني من عدم الاستمراريه على مستوى معين، فلك تتخيل يا محمد الاستمراريه للنادي الاهلي مش ثابته مع اي مدير فني بعد رينيه فايلر. مش هتلاقي في مدير فني بيتسو موسيماني او حتى ايفن مع كولر دلوقتي، مفيش فتره تقدر تقول ايه الاهلي مشي في شكل كويس محليا وافريقيا. لو ركز في حاجه بيسيب الثانيه، لو ركز في الثانيه يسيب الاولى. ما ده مش الاهلي، الاهلي عودنا دايما طالما ان الكيرف عالي معايا وانا وصلت لمستوى معين بفضل عليه، سواء بلعب جوه مصر، بلعب بره مصر، بلعب محلي، بلعب افريقي، وده سيستم الفريق الفرق الكبرى. حتى في اوروبا بنشوف السيتي ده بيقعد ينافس على الدوري اخر اسبوع، وفي اوروبا لغايه السيمي فاينل والفاينل. ريال مدريد، برشلونه، كل الفرق الكبيره كده. لازم ان انت تبقى دايما عندك سيستم واحد. احنا اللي ملاحظينه زي ما انت كده ما قلت، السيناريو والسكريبت اللي احنا هو عمالين ندور فيه بقى 3 سنين. طب يا جماعه عايزين نخرج، عايز اخرج من الدايره دي، زهقت، انا زهقت، نعمل ايه؟ جد ايه المطلوب؟ يعني شوف ايه المطلوب عشان تخرج من الدايره دي. وفي وجهه نظري مش كلها فنيات، مش كلها تاكتكس، مش كلها ملعب، لا ابدا. والله ابدا، والله ما كلها ملعب، لا طبعا في امور خارج الملعب لازم تتظبط عن كده. كل مباراه لازم يتم التحضير النفسي والمعنوي ليها افضل من كده. اللعيبه نفسها لازم يتم شحنها. انا ساعات بحس بجد، يعني هديك مثلا، ان انت بعد دقيقه 52 ما يبقاش عندك رد فعل، انت صفر شغف. ازاي رغم ان انت مش راجع مثلا بميداليه فضيه ولا ذهبيه، فانت مثلا ايه، بالعكس انت راجع الناس كلها عاجبها الاداء، لكن برضو النتائج انت لسه ما حققتش حاجه السنه دي. لا انا وبتكلم كمان عن اسماء اللعيبه داخل الملعب. يعني هديك مثلا الفتره اللي لعب فيها كهربا اساسي مع النادي الاهلي، بكل امانه شفنا فيها روح مختلفه في الملعب كله، خصوصا في الخط الامامي. لا الوضع في ماتش بيراميدز كان مختلف، الوضع في ماتش الزمالك كان مختلف، وكهربا له نسبه كبيره جدا جدا من التغير من ده، الحماس اللي حصل. طبعا طبعا، بعيد بقى عن الفنيات، ولا بحلل كهربا كراس حربة صريح ولا كوينج ليفت ولا كوينج رايت. انا بكلمك على الحاله اللي عاملها في الملعب. مروان عطيه اكتف وبشكل مفيد للفريق، ساعات بتبقى حماسي بس بشكل يضر الفريق، انت بتاخد انذارات، بتعمل فاولات. يعني حمدي فتحي حماسي جدا بس لازم يكنترول نفسه في بعض الاوقات. هل الفريق بيفتقد للقائد جوه الملعب؟ يعني طبعا محمد الشناوي لعيب كبير، بس حارس مرمى بعيد بعيد. وحاجه تانية برضو، المشهد اللي احنا شفناه في المباراه بصراحه مرفوض، حتى لو كان ايفن الشخص الاداري، انا ما اعرفش هو مدلك ولا دكتور ولا ايه، دكتور بيقولوا مد ايده على محمد عبد المنعم. اوكي انت ممكن تعطيه وتعمل، بس مش المنظر اللي شفناه. لكن انت بتخرج بره الماتش، وهم ده اللي هم عايزينه، يعني هم ده اللي هم عايزينه. انت يعني من الدقيقه 81 ساعه الخناقه ما حصلت لغايه الدقيقه كام، يعني 98 99، انت ما لعبتش غير 5 دقائق من 20 دقيقه، انك الباقي الدقائق دي كلها عمال تتخانق، فاهمني؟ فلا في امور يا محمد لازم يتم دراستها في اخر 3 سنين. اخر 3 سنين والله كوبي وبيست من بعض. طيب في اخر 3 سنين كوبي بيست بسبب نفس النتائج وبنفس الشكل اللي بيحصل بعد العوده من كاس العالم للانديه. انا بقى قلقني حاجه تانية. دوري ابطال افريقيا دور المجموعات كله هيخلص في شهر، النهارده 18 فبراير ماتش الهلال، السبت الجاي 25 فبراير ماتش سان داونز، 4 مارس السبت اللي بعديه ماتش القطن الكاميروني المؤجل من الجوله الاولى، 11 مارس ماتش سان داونز الجوله الرابعه، 17 مارس الجوله الخامسه اللي هتكون ان شاء الله مع فريق القطن الكاميروني في جروه. فانت بتتكلم الدور المجموعات كله ما عدا الجوله الاخيره في اقل من شهر، يعني مع ماتشات محليه، مع ماتشات محليه بقى في النص، هتلعب سبت افريقيا في النص ثلاث مره، اسوان بالزبط، مره الداخليه، مره المقاولين. وده معناه ايه؟ ان انت في اسبوع واحد هتلعب 3 ماتشات. يعني هتلعب ماتش تقريبا كل 72 ساعه، مش لا في ماتشين كل 72 وماتش كل 140، سبت وثلاث مفيش غير حد واثنين، يعني في ماتش كل 48 وماتشين كل 72. يعني هيتوصل في الاخر ان ممكن تلعب في الشهر الواحد كام، 12 ماتش، من 10 ل 12 مباراه في الشهر. فلكن احنا وده احنا محذرين منه، واحنا عارفين
عشان نكون صراحة الجدول محدد احنا عارفين ده لان من ساعه ما النادي الاهلي طبعا مونديال الانديه دخل في الاجنده بشكل استثنائي الكل وافق ليه كانت فرصه حلوه وانت وافقت فاحنا دلوقتي هنرجع للضغط التاني ما ينفعش نشتكي وبكل امانه دلوقتي الاهلي عنده اللعيبه اللي يقدر يعمل بيها تدوير روتيشن كتير تقدر دلوقتي تعمل بس احنا عايزين بجد 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 قبل كان فاينانس والتاكتكس ونسيبها فقط التاكتكس لا عايزين في روح لازم يكون في روح الاهلي زمان يا خبر ابيض ده في التسعينات يا جماعه الواد الصغير ما يعرفوش الكلام ده في التسعينات اقسم بالله مديرين فنيين كانوا بيسيبوا الاهلي ويمشوا بيسيبوا الاهلي والاهلي بيكسب عادي جدا لغايه لما يجي مدير فني تاني يكمل الشغل ليه الاهلي سيستم سيستمايز انا النهارده ما ينفعش كل حاجه ما نكلم اللعيبه اصل والله دي عملت الجهاز الفني لا تعمل جهاز فني مين انت فين روحك فين شخصيتك جوه الملعب خبراتك وجودك جوه الملعب هو ده صفر ليه واحنا ليه وانت لعيب بلاي ستيشن هو انت لعيب بلاي ستيشن مش لعيب بلاي ستيشن